أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في نشرة اليوم. نبدأ بانتقام فلسطيني من أحد الإسرائيليين العواد تحت واقعة غامضة، تابعوا معنا. كيف حالك؟ لو سمحت اطلع من البيت هذا، لان البيت هذا تبعي وانت ساكن فيه بغير حق يا اخي. ممكن تطلع من البيت؟ شلون اطلع؟ هذا البيت تبعنا، تبع ايه؟ اهلي واجدادي، وانت جيت وسكنت فيه، هسه انا راجع اسكن فيه. واذا قلت لك لا، وش تبي تسوي؟ راح تطلع بالغصب. شلون اطلع بالغصب يا حبيبي؟ هذا البيت بيتي. راح تطلع بالغصب يا اسرائيلي يا يهود يا قثرة الاطفال. شلون اطلع؟ شلون انتم عادي تجون؟ عادي ما انتم تجون وتاخذون بيوت، تحتلون وتسووا كل شيء وتقتلوا اطفال، عادي. هذه ما هي غريبة عليكم، هذه ما هي غريبة عليكم، تاخذون بيوت الناس، تاخذين كل شيء، كل شيء تاخذ. من اتكلم؟ تعال طلع الفلسطيني هذا من بيت اهلي واجدادي. اسرائيلي عسكري جال ومسلح بعد. هذا البيت الاسرائيلي، اسرائيليين. انت اسرائيلي؟ ايه. يعني انت عربي لكن اسرائيلي؟ ايه. برا برا الضابط عادي يضربني وانت موجود؟ ايوه انا. برا اطلع برا. هذا يا حضر الضابط، هات ترفع علي سلاح بعد. اطلع برا. يا خالة يا جارة، وش بلاك يا خالة؟ والله ذولا الكلاب الإسرائيليين. وش بلاهم؟ جو ذبحوا أولادي. أنا بعد يطردوني، طلعوني من بيتي. يا خالة كانوا يضربوني قبل شوي. وكل على الله يا خالة، الله كبير ترى ما ينسانا، ومنتصرين بإذن الله، والقدس عاصمة فلسطين. كم مواطن قبل شوي؟ وش قلت لي؟ بتروح من بيت لبيت، قلت لك هذه اراضي اسرائيليين، ايش تفهم؟ ترى رافع سلاح على امي. على امك؟ اي امي هذه. واخر هذه ام كل عربي، كل مسلم. تعالي معي خالة تعالي معي بالسيارة خالة، تعالي. هذه غزة الاسرائيليين، يلا حرك. حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا كبير. الاسرائيليين ما يسلحون على وجههم. لا يا خالة، اهي انا الحين راح اجيبك على بيت اختي يا خالة، تنام عند اختي ان شاء الله. لا يا ابني، لا ما هذا البيت، هذا البيت لك ولا اختي يا خالة. تعال انزل. لا تعال يا ابني، تعال يا خالة. لا يا خالة، لا يا خالة، ما يصير والله. تعال هذا البيت انا مسامحك يا ابني برا يا خالة. شوف الدوريات يا خالة، هذول اولاد الحرام. خالة الظاهر جت الدورية، هذول لاحقين هنا. هذول شو بدهم منا؟ وايش تبي؟ شو بدك؟ ما نخلص منك يا حبيبي. انزل انزل. خالة لا تنزلين انت. واخر دقيقة. ايش في؟ لا لا هذا ما غير الشرطي؟ انت يا يهودي اللي قتلت امي وطردتني من الدار، ما غيرك؟ اذهب ولا سوف اقتلك الان، اذهب، اقتلك مثل ما قتلت العجوز. ورب لصيدك. كنت ميتا في بحور الغي والاثم غريقا، كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مدني الشيطان من اسبابه. ارفع ايدك فوق، ارفع ايدك. انا اسف. انت اسف؟ سمعني سمعني، علي صوتك، ماني سامع. انا اسف. انت اسف؟ فلسطين راح ترجع، راح ترجع، وهذا المعروف. واخر رسالة راح تكون موطني، موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك، في
ثم في فلسطين دائما ينجح مخيم جنين في التصدي للجيش الإسرائيلي. نشاهد معنى الأحداث. جايين هلا هون، احنا لازم نقتحم مخيم جنين لانهم هو الاشي هذا زاد عن حده. لازم احنا نقتحم المنطقة ونسيطر عليها، اللي ولا واحد يقدر يخرب تاني مرة او يسوي عمليات او يعمل اشي مخالف للانظمة الاسرائيلية. كلياتكو روح على سيارات، خلانا نقتحم المدينة مرة واحدة. اركب اركب على السريع، الجيش لحقني. احنا في قائد واحد، قائد اسمه حمزه. خلينا نروح نشوف وينه. السلام عليكم شباب، يعطيكم العافيه. وين القائد حمزه؟ وين القائد حمزه؟ الجيش كان لحقنا وداخل على المخيم. خلص تتخبوا جوا البيت ودعكم معانا. جميع الشباب تتخبى، جميع الشباب يتخبوا. خلص تتخبوا. لا اله الا الله، بتصاوب بتصاوب معنا اصابة هون. صابت. اسمع، بدي اروح اشرك سيارة. دير بالك، دير بالك على حالك. ها والله الشباب وحوش، كفوا عليهم، شكلهم هربوا. إن شاء الله ما شافني. قتلوه قتلوه قتلوه. صاحبي هذا أنا هذا سرقت سيارة. شو صار فيك؟ ودينا على المستشفى سريع. ونعود إلى أشلحة التاجر الكبير بالمدينة، يتعرض للخيانة من أحد الأشخاص. تابعوا معنا الأحداث. قلت لك ذيك الدار اللي أجي واجي بسخوط والدي. أنا جي سيار يلا أجي ودوي، أرى الوقت ما بغيت تبقى واقف. أجي ودوي أشلحة زيبان. قلت لك ذيك الدار اللي كنا في السنب. اشواكي يقول هذا مسخوط والدي. راه ما كان دخلتي الملايين في الفلوس، الحلقه ديالك مشى. استي شليحه، هذا بالي راك يقف علينا على الفلوس. واحد الله بالي كيتمرقن بينا حد الفلوس. اش لي باليا؟ قلت لك هذيك الدار اللي في الجن ابراهيم الشيخ. ديك الدار شليحه كيدوي على هذيك الدار. راه ديك الشوكه مالها؟ واقيلا حتى هي بغي يدمصها. هذيك ان شاء الله حتى هي غناخذها في المستقبل القريب. شوف سيبون داكاندي،
السيبون داك غندي صراحة أول مرة غنتعامل ماشي تا أول مرة غنتعامل معاك ديجا بعت لك الطنوبيلات وكل شيء ولكن راد خدمات الكريدي راك نتي تشري ما عندي ما تتغنبي عليك راه عاد حاجة عندي الكريدي وهو الكريدي لا لا يعني يعني الفلوس كانوا يكونوا موجودين يا مرحبا أريد لبوجود دور الله يعاونك الله يحفظك ملي غيفيق إن شاء الله الفلوس غادي يكون واجد إيوا أجيب نجيب نحلو الباب صبر نحلو الباب بسم الله هاجي واجد قدام الربح قدام الربح دير فيو هاوس وشري يلا زرب الله يسر الأمور آمين 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 أجي أجي أسر البندق غادي قبل ما تدخل أجي غنجرك من رجليك أجي 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 خلصني أجي أجي واجد بسم الله أجي الخير هذا واش بان لي واش هاد الخير يستاهل ولا ما يستاهل والله الا يستاهل وفيه تستاهل لي شي الدار سي البوندغاندي تقدر تحنقص فيها كاع شوف شوف الخير يجري فيها شوف كي تنزع لنا قاعده شوف بحال كيعوموا في شي بيسي لي وحق الله من كثر ما الدار عامره تبارك الله شوف تبارك الله شوف والمهنه المهنه وا سي البوندغاندي راه ما عنديش الوقت نضيع راه خصني مازال نمشي ندور في مدينه زك تسمعني صاحبو عاجبو الحال كيمشي يعوم في ديك البلاصه صافي تيلان ويه زينة يا صاحبي هو هادشي اللي عطاه الله سيبو داك عندي صفت بعد الفلوس باش نولي فرحان حيت دابا كنبان لك معبد صفت فلوس صاحبي ديك اللي حطنا في عشرة اشكيد هوا ويا الحمار ورتيني غير كاد اش اللي حاط الجيج الله يحفظك احرق لي بين واحد حتى واحد ما ينوضني الله يحفظكم توا نوضو نوضو بصحتكم وراحتكم بصحتكم وراحتكم ايوا مبروك عليكم البوندا غاندي كما قلت لك امسيه سعيده ان شاء الله فلوسي يومين غادي ندوز ليهم ولا راه بيني وبينك الحكمه حنا ما بغيناش نلحقوا لديك الدرجه المهم اليوم يومين غندوز ليهم الله يرضى عليك يلا الله يعاونك سي ويليام هيا بينا بسم الله اللهم يسير اجي عليك كبرك معاك ساعه المغناس شي شلحه كيولي يدوي بالشلحه ايوا هذا هو الشلح شادير ما عندك ما دير كذا واحد خليني نشوف سي البوندا غاندي السلام عليكم شلي حافو تخسير فيس وي مسيو لا مول ديور هذا ماشي سي اليكس كيسكو تي فو مسيو كيسكو تي فو كيف فو ما فهمتك وليتك كدوي بالعربيه واخا انا جاي لحفظك انا جاي دير لوت بارلير سي ويليام كيما قلت لك سي ويليام اجي معايا نمشيو لشي بنك ان شاء الله نخشي فلوسي الله يحفظك باش ما يشفرهمش واحد يا يا والله الا هادشي لا يفوتي توا سي ويليام انت خصك تخدم شويه فهمتي ضروري مرحبا لا احنا تعلمنا معك شي شويه المعامله والمصارفه في هذه السويعه هذه ليك النصيب ما كيجيش هكا داك الشيء سي ويليام ولكن انت داسي ولا انا ما غننساكش انا ما كنسى اللي كيوقف معايا كيما زوقتي معايا الهضره وكل شيء عندك النصيب في هذا الشيء اجي معايا نحط الفلوس ونعطيك النصيب ديالك ان شاء الله الله يوفقك الله يوفقك الله وداسي ويليام كل شيء ديالك اجي معايا راه حبيبي زيد معايا اجي معايا راه حبيبي يا الخنيسه ما شاء الله جبت لك اسيدي هاد نص مليون الله يحفظك بغيتك تخشى ليا في البنكه من جبتي هادشي كامل ها من جبتها وسوق امك انت اللي شريتيها ليا ولا من جبتيها سي شليحه وبغيتي تعاشر معايا انت سي حميد باليا وديها فراسك لا بغيتي ديها فراسك يا ربي السلام اجا سي وليا ما جا الله يحفظك شد من عندي بسم الله بسم الله بسم الله احماس خيت نخرجهم صراحه ما قلتش عليك اللهم بارك انا عطيتهم لك يلا يا سي شليحه بارك الله فيك والله تبارك الله عليك النصيب ديالك هذا لكل مجتهد نصيب فهمتي بارك الله فيك سي شليحه والله الا مشي زينه هادي الله اودي دخل حطهم وجي تبعني دابا نيت انتي كيديني كنبيع عليه واحد الدار يا سي شليحه سير لا ما بقيتش ما بقيتش ما تدوس عندي دوز عند حمارتي كاني دابا ندوز عندك وقول لي بعدا اجي نقول لك هاد ليسانس اللي غنضيع دابا انا في الطريق غتخلصوا بعدا ياك متيقين يلا هاني دابا ندوز عندك وجد الفلوس الله يحفظك راه غنجيب لك البون ديال مول ليسانس الله يحفظك يلا قطيع 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 راني سايق قطيع قطيع راه غيتهرس البارشو كتخلصو تا هو قطيع ايوا ماشي تبان تسعة ضرب لي انا هنا بطلي صفر نسيب حيد الماسك علاش انا عطاك نشوفو الزين خان زر جنين معانو كندوي ولا لا اجي سي ويليام بالي هذاك كيتسنى انا بالطنوبي ديالو خضره ليه هي نمشيو نشوف لا خليه خليه ما ندير راسه ما فراسنا والو بالي انت داك اللي ضربنا بالي كيتسنى انا اللي ضربنا نيت هو اللي ضربنا بالي كيتسنى انا ليه ما فهمتش على بالي وقفت تما
ولكن كوكو ايه وانت مهم حد العكاس ويليام راه بغاو يشوفونا واكل الوجه الثاني يا جماعه يا جماعه اش خليك سير عبد الله المهم داك غير حد العكا وصافي حد اللور راه ما كنشوف انا اللور راه تعود السيد مول الطنوبيل خضره معاك ما عرفتش عام كبيره هو كيدور حدايا هكذاك وي قول لي اش بغيتي لا لا الماجر ديالي دي ما يمكن لي نتفرق معاه لا صاحبي بغى يديني بوحدي باش يقول لي يعطيني الفلوس وهو وهو وراك مشهور بالفلوس السي شليحه انا وا فهمت هاد الناس يسحبوا واش عندي انا غير كنبكي عليهم الفقر والشجاعه ولكن هما ما عرفتش مين يسحبوا ممكن ندير الفلوس اجي كاع نشوف هاد السي اش بغى اييه دقيقه الله يرحم ليك وين السكريتي اييه عندك شي خوك يخدم عندي مازال في الحقيقه كاين واحد قادر يلاه غادي يجي كان مسافر هو يلاه غيدخل للمدينه غير يدخل للمدينه يبي يخدم يبغي يخدم بطبيعه الحال ايه قول لي قول لي مرحبا نبغي نخدمو انا كاين العاقه بعدا كاين العاقه 20000 في السيمانه اللهم يسر حاش انا معش لي حرام انا ناقصني خير طانوبيل صاحبي اجي احل الطانوبيل الله يحفظك اجي اجي والله يجينا من بس صافي سير فحالك تعشرتي معايا راه ما غنستنى معاك شليحه ما تهضرش معايا الله يعاونك صافي هو اجي عندي واحد الشكلاطه تحتي فهمتي هاي تبعنا نعجبك سير الله دي مصيبات اشو بغيتي اللي ماتوا ما تهناو اللي باقيين ما تهناوش بغيتي يا صاحبي اصير واعطينا اتساع الله يرحم الله حفظك الشليحه الله يحفظك وكيطلبك السيده صاحبي بعد مني هو بعد مني وهو الريغ سنت ما يقاو الريغ شو باقي خدم سخوت والدي تبعنا ما بغى يفرق ياك صبر خليني باقي هو مرانا مصيبه مع الكراد هذا والله الا مصيبه هذا فات الكراد يا صاحبي جا قال لك ركب لي الجاج ركبناه لي الله يا سلطان الله لا العظيم الا كنت في كنتي غتنصلط بشويه عليك السي شليحه بشويه غدير غدير بشويه الله يحفظك اي دعيت الله هو سبب المشاكل ولكن دابا نعجبك فيها اجي اي اي واش انت ما عرفتش ما عرفتو انا اش بغى عندي بغى يحقر عليا لقاني وحداني فهمتي ما لقى معايا حتى واحد ولكن شتي علاش قلت لك مزيان انا محاميه فهمني انا معاك وداني انت غير الا شتي غلب عليا عيط على البوليس فهمتي صافي انت ما دير لا بيدك لا برجليك فهمتي انت ما بغيناش نسولك سمع الله حمار صافي ها هو صافي حمار ما بغى يفرق مني هذا المشكل اصلا طريقتي كلها زيديك 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 يلا زيديك 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 ما خصوش يدير بحال ما كان نهائيا صح هز عليه السلاح هو المره الاولى خصو يهزي يديه ما خصوش يدير حتى شي حاجه اخرى خصو نورمالمون فاش قلت ليه هز يديك خصو نورمالمون يهز يديه فهمتي ابي معانا حتى الا هبطتي انت السلاح ولا شي حاجه يقدر يدير هو هاد لاكسيون ولكن الا فرشة فرشة واش التبريج ديال والو ونمر الى حادثه قام فيها السي الحموشي بمطارده المجرمين بعد سرقتهم احد المنازل تابعوا معنا الاحداث الاشكال اللي كان هو اننا كنا قلال في العدد ومع ذلك مشينا للدارو نطلقوا غنفاوتيو في واحد الكاري راه كاين في بيبليك تشات هذه هي البلاصه اللي غنفايتو فيها كما كتشوفوا يلا بين لينا التوكسيك يلا يلا بغينا شي فيديو شي فيديو يكون فيه الكيله ها شي فيديو يلا 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 ديروا ابوني بلاتي بغيت نقول لهم واحد الكلمه ومعكم فوكا اون بيرسون وداك اللي راك باللور الفاسي الفاسي انت اللي ضربنا التصويره نيكس جو نيكس جو نيكس جو شربوا شربوا الماء الدراري راه الماء زوين قبل الحرب يلا لي خويا في البوزيسيون الله يجزيكم بخير دراري دراري معانا في نفس البلاصه معانا في نفس البلاصه المهم عندنا جوج هنايا في نفس البلاصه اللي فيها حنا شادين سلاح وكيسينو بنادم يطل فهمتي اللي باقي حي لا 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 اللي كيبان لا خرج بالغلط خرج بالغلط اه شكون هذا اللي خرج حبس 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 واحد جوج ثلاثه عرفت كي داير جابني وانا مخبي في الحيط حيت ما يمكنش دود والله الا انفير والله الا انفير قدر شو كديروا في هذه اللحظه بعدا كيسرقوا الدار كيسرقوا الدار وكيفاش كيتحل هادشي كامل باش ناقص سندويتشات واي هذا مالو هذا يلا نمشيو مع الدار اخوات يلا 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 زواد الله اكبر الله اي اي يا ولي الشيء اي قاقا اي قاقا شويه نايس نايس
رجع الله تغازينا انا والو ارار طوب سيكر وي ها والله لا شتو لا ما تخاف انا نعرفو انا وياك ان شاء الله بربي صافي شوف معوله لك قد ساعه وخاتم ديال الدب وسلسله ديال الدب ثلاث لقيت زوج ساندويتشات اصاحبي ها شكون دير لي هاد البيل هذا راه عيني ضرتني وشوف شي شويه لهاد الزوج اه داك بوليس الله يبان وكيفاش كانت موراك ودخلتي الطوموبيل هنا وهي موراك ها واش اللي خاي بوليس والله شحال طريف هنا باش كنا كنحسبك اصاحبي ما حملناك انا راه ما يمكنش اصاحبي الهليكوبتر ما عرفتش شنو سرقنا حنا كاع شفر الوقت اللي عطينا سير 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 غير كنبقى ساكت انا الله اوي ولا الطياره باقا تبعنا الطوموبيل خسرات لا لا وا ريش دينا دابا احنا جالسين تنطيبوا ونمر اعزائينا اخبار عجيبه حيث ان السجي كارل ورايدر جاءوا الى ساحه جمع الفناء بمراكش لكسب عيشهم شاهدوا معنا الروبورتاج اشهد 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 وبسبب مشكلة ارتفاع الاسعار بعض المتشردين يقتحمون محلا تجاريا ويهربون من الشرطة تابعوا معنا الروبورتاج ونعود اليكم مسلوك اهو سربيو باش نمشيو لهذوك خوتنا نمرضكم اللي يركب على الموطور ما يشوفش موراه يمشي يغبر غادي يخرجوا الاعاد سيري انت اش هذا كيتنط علينا هذا هذا راه كيقول دابا اش هذا اش دير انت تما بغيت دابا ما نمشيوش بالموطور دابا غير الطوموبيل المخزن ولا مثلا راه حنا نعينو اسمع 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 اجي 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 برد اجي برد يا وليداتي كتسمعوني ادخلوا الداخل ديالي غيبقاو جالسين تما بيا تقول نطلع في الطوموبيل نزيدو في حنا ولا شنو هذا بلاش نطلع الفوق باش يسمعوني سمعتي كيفاش اي مخزن مخزن دخل النقل اه شي شريف شاد الحي حاضرين هنا شنو مالكم ياك لاباس هنا راه شوف حنا راه الاولاد لا وتاد لك ما جينا في هذه البلاد هاي 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 صافي حنا بزاف راهو ما شتي كيفاش عندي اوطاج شحال اوطاج عندك عندي واحد ديال لوطاج قول لي نعم دابا عندك جوج دقائق ديال السي هادشي اللي طالبين ياك دقائق شي فاشاج ولا نجمنا ما شكلناش شي خطر ما تيريوش شحال نتوما لداخل تقريبا جوج ربعه سته سبعه ثمانيه وجوج باك اب ثمانيه وجوج باك اب جوج ماشي باك اب باك اب باك اب باك اب باك اب كنتمنى شريك تجيكم عطونا واحد خمسه دقائق وحنا معاكم الاخر بالنسبه الاخوان سمحوا لي شحال بحجق الراديو 80 50 لا شكون شكون لا شكون الله يحرق ويلي لا 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 قلشو قلشو جبدو الكراشة وقلشو وراه هو لوطاج صافي حنا مكاينش لوطاج جيبو راه ولف جيبوه ما غادي ندير لكم والو غناخدو لوطاج وديك الساعة ديالو كزبوي مايك ما مشاو للبليصة ديالنا وهما اللي المكان واش كتسمعوني هما اللي المكان واش قول لي واش كاين الغاشي والباك اب الماطر واللي حاضر الماطر وكلاباب والباك اب والكلاباب والباك كومون مشاو جوج ولا شي صافي وارو زيد الكلاباب راني سيرناك وراني شبيك تاكل في السم بلاتي تركب تركب على تينا ماشي خيود الحرام ماشي ركب بلاتي كبو كامل هذوك هما كونسير هذوك يضربوا لي هيروين هذو السكي شوفوا انا غير نسير اي اي يلا سير سير مش خلاص طابوليت عفاك بغتك نجيب سوا طابوليت اللي في دوسكو تسيا اي اي ادري وانت ديك ادري ادري جري ادري راسك الركبه وعندك كنت كاطرون لي هنايا يا زبط ورك بشويه 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 هذيك الروبيو سرع مو كيش كباب ولا وادي دا براس انا كبابيتكم بيه اشي هو كدير ابو يحنيني احبي زيتو شكون شدو بونو ونمر الى شرطية مغربية تبحث عن قاتل اختها تابعوا معنا الاحداث
بغيت يشوف الناس هادوك كلمة راك تشوف. السلام عليكم. السلام عليكم. كي داير؟ واش راك وليدي؟ مدموزيل المدنية بخير الحمد لله. حاج لاباس؟ والله غير بيا وليدي راك مليح. عرفيني بهذا البال من المدينة لحقاش راه شوية صعيبة. يا ودي بابا المدينة راه صعيب. واخا تقدر تعطيني السوار انت؟ وي الله يكثر خيرك وليدي. صفت لي السوارت؟ وي وصلوك لو؟ اه صافي صافي شكرا. ما كاينش مشكل. هيا تبقى على خير. هيا مع السلامة. تبقى على خير بسلام الله يعني. أول حاجة ناكل أنا فيها الجوع بزاف. على هذيك كي عارفة كبرها. وباينة مرتك كاملة مهلية فيك. أنا قلت لك ما تزوجش بابا وأنت مشيتي تزوج. ها ودي أو بنتي راكي عارفة ها ما نقدرش نقعد وحيد. وأنا ما نبغيش بنتي هكا كي تكون جاية من الخدمة نقصدها في صوالح. على هذيك جبت المرأة هذه أنا يا كي فاهمة. جبت المرأة هذه. كي مرتك قبيحة بابا والو ما فيها والو هذيك المرأة عندك. كون ما هي كاع ما تخرج خشي من الدار. ها ودي لا غالبة بنتي ها تحتمت. القبر ديالها وما عارفاش فين كاين. يصبح ويفتح إن شاء الله. ها صبرت وشوفوا واش يبيعوا هنا. برك على أي هي هي كاين خير ربي. هاي معليش. ها رجيني ها رجيني كل سندويش أنا جعان برك. ها صاي لحقوني يا بنتي لحقوني. عطيتك 15 أنا خديت غير 5. ها لحقك الماء شوفي شو عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام واش راك؟ واش راكم لاباس؟ والله غير بيا لاباس الحمد لله. الحمد لله. إي الله يبارك. كيفاه بني واش قلت؟ أنا نهضر معاها. ها وراك تهضر؟ نهضر مع بنتك هذه. هذه راهي بنتي يا وليدي. واش؟ وأنت واش تكون يا وليدي؟ لاباس. الحمد لله لاباس. شوف بابا يجاكر فيا قدامك هكا. هاني نشوفيه هاني نشوفيه. واش الحاج حاجة هكا. هاو تما وليدي بغيت تسقسيك برك. احترم روحك مواطن. بداو يبانو ريوس الحربة في هاد المدينة هذه. راني نشوف بنتي هذا مش عقام يطح. انا جامجت وزير يجي البقالة كيما ذي. ايه وزارة كاملين راك عارف يجيوهم كل شيء تل الدار. نشوفها بوست بوليش. مقاري وكما هما مقاري. هي قانون لازم تقاري قانون بنتي. قانون لا يحمي المغفلين. هاي هاشيش. هاي روحوا. قال لك داك الوزير تاع والد. الوزير قال لك يسموه كوبر ولا كيباه ولا كوبر ولا كوبتير ولا مش عارف. السلام عليكم. السلام عليكم. انا شرطي واش راك؟ الشاف لاباس عليك. ضحفتكم شكرا. عفاك بغيت غير نسقسيك على واحد القضيه. واش كاين بصح شي واحد معكم هنا سميتو شنو الحاج شنو كوبر ولا شنو كوبتير ولا كوبر ولا كيف هكا عفسه كوبر ولا كوبر وي الشاف ديالنا يسموه الشاف كوبر. الله يبارك. هذاك راه نحوسوا عليه راه هنا. واش بصح هو هذاك وزير؟ هو الوزير تاعنا وي. يعني البيرو تاعو. واش عفاك تقدر تقول له الناس اللي تلاقيتيهم في بقاله راهم جاوا؟ شنو مشاك؟ قول له الحاج قول له الحاج برك قول له الحاج اللي تلاقيت معاه في البقاله. مرحبا ممكن تشوف معايا البيرو تاعنا؟ اييه هيا معليش شباب ندخلوا من اول. زيد بابا. الله يبارك. زيد بابا انت الاول زيد. ها رجعي وكراني نتلف بنتي ها صبري. الله يبارك الله يبارك. بوس بوليس زين هذا البوس بوليس. نيري والله الا هو دخلوا. ها صبري ها صبري ها صبري حتى تلف اذنه. تفضلوا. سي بون شوف كوبر راني جبت لك الناس اللي كانوا يسقسوا عليك في الريسبسيون. السلام عليكم. اهلا وليدي واش راك؟ واش راك الشاف؟ صدقتي بوليسي صح وزير الله يبارك. جيتك على ود القضيه هنا ماذا بك تشوفها لي؟ وراني جديد انايا جيت هنا اول مره تاعي نجي للمدينه هذه. شوف انا عندي واحد الطفله تاع بنتي هاي جات المدينه هذه خبروني باللي جات هنا. هاي حتى بعثوا لي قالوا لي باللي بنتك راهي ماتت. اي قالوا لنا بلي اختي ماتت. شحال عندها الحكايه هذه؟ ما نقول لك شوف ما نقول لك عندها عام ما نقول لك عندها 8 شهور. عيت الشارجي فيها في المدينه اللي عندي اللي كنت فيها. عيت الشارجي مونيا صورت نشوف البيس يعني اذا إيه عندها دوسي كحال عندنا هنا. يا لطيف هذه راهي الاجرام تاع المدينه كومبلي راهي دايرتو. يا لطيف بنتي دايره كحال الصوالح. لا 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 زيد تاكد السي الوزير اختي انا اختي نعرفها انسانه ظريفه وما ديرش المشاكل. هاي واك الله نيشان. عندها متاجره بالاسلحه عندها السطو على على البنوك المركزيه. هذه بنتي دارت كاد صوالح. ايوا اللي كانت داخله في جماعه كبيره هذه. يا لطيف واخا هاد الجماعه هادو تعرف واحد فيهم ولا لا؟ راني حابه ما نكذبش عليك حابه نشوف بعدا القبر ديال اختي فين كاين. يعني نعطيك سوليسيون انا يعني ما تنضميش للشرطه عندنا هنا مادام راه عندك شهادات. وي تفضلي معنا للشرطه التحقي بسلك الشرطه ونتبعوا القضيه هذه. انا ماذا بيا بنتي تدخل شرطيه ولا بغيتوا زعما تدخلوها معاكم في الشرطه؟ هاني هذيك حاجه مليحه مالها. شوف العصابات هذو لازم لهم الشرطه. صحيح تسمى لازم نجيبوهم بطريقه قانونيه. شنو سميتك فكرني؟ الشاف كوبر. الشاف كوبر شاف كيفاه كوبتر؟ كوبر 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 الله اللي فيها حتى يكتب ربي ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله ريبت ان شاء الله بكل شكرا شكرا سيرواز. هذا هذا بيروح كالشرطي سيرواز فحال قال لك يكتب ربي اش قال لك فافا يكتب ربي اش يكتب يلا يلا بشوف قال لك يكتب تم يعطي هو اللي يقول برك هكاك تديرش عليه برك انا جاي نتاقم من اختي انا ما جايش يكتب ما يكتب هذيك مكان انت اللي هي سوسيال شوفي انتقام للاخت ديالي اللي ماتت وقتلوها العصابه جوبونس راكم فاهمين شنو كاين من خلال الفيديو اللي فات فهمتوني مزيان علاش كندا بالنسبه قالوا لي الناس سيرفر جزائري هنايا الاخوان كاين واحد الملتي كولور كما كيقولوا يعني كاين جزائريين مغاربه توانسه كاينين مغاربه زوينين وكاينين مغاربه خايبين وكاينين جزائريين زوينين وكاينين جزائريين خايبين فما تبقاوش تكتبوا لي في التعليقات لا موني علاش كتبت ار بي في سيرفر جزائري سيرفر مغربي هذا السيرفر كان ار بي فيه تقريبا عامين هذه وهذا السيرفر الاخوان ما غاديش نبدلو كما كتعرفوا طلع يدك مشرف اش كدير هنايا اش كدير هنايا سربي حبس وقف 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 عندك شي قرطاس خاوي انا نوريك خاوي كيفاش داير سائق طاكسي يثير ضجه كبيره بعد انضمامه للجماعات الارهابيه شاهدوا معنا كاركتيف سني الدبي انت ديني هنا نشري واحد الساندويتش وردني للحفظ مرحبا شوفوا غادي لا 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 الكونتور كلشي على حسابك لا لا الكونتور رجع 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 انت متدين شي شويه هاد السيد هذا انت ما خصكش تخسر مع الهضره وداك الشيء حتى هو ما تيخسرش الهضره غير الا وصلت للعظم وما تبعني نخدموا شي شويه نديروا الصمت يا اخواني في الله ونتوكل على الله واحد الحمق كبكب اخي في الله نوصلك بلا ما تضيع ليسانس لا مشى الطبيب ورجع عندك صافي يلا انا تنتسناك اسيدي ودبرنا على اول كليان الدراري تمشي نخبي ليه الدراري داك خبي ليه الدراري سكوت هنا باش ما يلقاش باش ندبر على الكليان السكاركتيف سني الدراري وهذا بغيت ندير كليان اذا سيدي زيد نحل لك الباب افنوا موطوري اجا ديباناج اخويا داه علاش ما عرفتش اجي نوصلك اسيدي كندير ثمن مزيان ما عرفت فين هو الباب اللي خصني نحل لك زيد حدايا زيد مرحبا نهار كبير هذا فين وصلك اسيدي فين تصني سيت نقول لك وقف ماشي مشكل نطلع معنا واحد الكليان اسيدي من هنا دغيا طلع اسيدي طلع سمح لي نسيت واحد الحاجه مهمه اسمح لي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما تخافش غير دعاء الصفا ما تخافش سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين والى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى امين ومن العمل ما ترضى امين ادير البنك اللهم اني اعوذ بك سكوت صاحبي ما تخصش معايا الهضره ولا نزلك وسوء المنقلب في المال والاهل امين رواه مسلم ها امين نسيكم نسيري عندك ناري مرحبا تيروا عليا قبيله بواحد خونا تير عليا بسلاح وما عندوش الحق تير عليا بالسلام وشافوا البوليس وما تبعوش وما شدوش ما عندكش راديو لا ما كنستعملش داك الشيء جهاز لاسلكي حرام والله انا كنتسناك اسيدي مرحبا من مزيان السلام عليكم والسلام كتوصل مرحبا اها ودي ولك لي انا اخو يا ربي السلامة كان غا يدخل فيه مجرمين هاد البوليسات كان اي حرتنا صح ويو الضح مر هو غادي خارجين فين وصلك اسيدي فين سالي لك ليسانس وقيله ياك لا جينا طاكسي مضوي حسن من الموطور اللهم اجلس هنايا مرتاحه فين وصلك اسيدي فين تسمحوا لي نوصلو دليل لور صبر معنا مسكين قبيله وانا تندور فيه طوري سمع عندك واحد الصوت زين ديال الطاكسي هذا خاسر عليه تبارك الله واش حتى شحال خسرت عليه ولا ما عرفتش وغداك الضولي لتحت عرفتي بشحال درتو نجيب لك معايا شي ساندويتش اللحيه اي لا تكرمتي الله يبارك نجيب هاد الكونتور تيحسب وحنا واقفين صافي مزيانه يلا انت غادي بشويه راه الكونتور يحسب واخا واقفين نزلنا طاك ساندويتش لا غيخسر الكونتور داكشي علاش تفو هو طلع حرام انت ها دوزو من تحت الكرسي بسم الله يا بسم الله كنتم زوبين ناكتيفيو النيترو ولكن غتزادك $500 لا متاكتيفي لا نيترو الاول صح نوصلك مرحبا يلا قربي ودلنا الظهر الدراري ما تشدونيش ظهر فين هو الموطور 8 وقسمين اش من ظهر عندك واحد 500 ميلاديه ولا هجريه $500 تخلصنا وما جاو البوليس كاع الله يسهل الحاج الله يسخر الله يعاون وصلوا السيده هذا اسيدي طلع اي بدو بلا باش طلع لا شو مالك الله يلاح شو مالك السيده بغينا نوصلوا الا صاحبي الكليانه هذيك دابا غنهبط لامك طاحت الكليانه صاحبي تخلصني خلي السيده تطلع من الجهه الاخرى من امك طلع من الجهه الاخرى
يالله دابا غنجعب غنجعب خلي السيده كب من الجهه الاخرى. اي هبط هبط الوالدي يدوي معاك نشحطو زكاع على السيده زكاع على السيد ناري طيحت السيده يبو السينيال انا سيدي عندك 1200. الو السلام عليكم طاكسي تسمعني وي سيدي اه الله يعزك لما جي ليا هي في صيفط لي لوكاليزاسيون في واتساب سيدي واخ على بركة الله فين كاين هذا واو 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 الو السلام عليكم عليكم السلام شريف تبعيد شويه غادي نحسب عليك من هنا ولالي عاد بوتو شحال توصل كاع على قبل انا راه يلا جيت للمدينه كل كيلومتر 100 دولار كاينه تقريبا شي 10 ولا 20 كيلومتر من تما لا صافي بلا ما تجي ماشي مشكل نقص لك نديرو معاك ثمن مزيان عندي 900 انا 900 يلا غادي نوصل عندك تعطي لي غنرجع في حالي بلا ما نديك معايا وصافي بلا ما تجي المهم انا جاي لا الحياة سواق ولي 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 ما عدا الشي دير هاد الهبيلة دانا السلام عليكم طلع سيدي طلع عليكم السلام سمي الله وطلع هي هاديك جات 900 دولار دابا وصلت عندك عرفتي جبتها لاصقة فين وصلك اسيدي انا فين وصلك غير الكونت تيحسب فاش كنوا واقفين ديني فين كيزول خدامي مرحبا جوب سنتر امتى جيتي للمدينة دابا ولا ما كنتيش تيبيتي والو من البنك راه الدوله راه كتعطيك 40000 فاش كتدخل هي غتطلع فينا ان شاء الله جينا جبناك من الخلا ان شاء الله داكشي اللي غيطلع الكونتور نعطيلك الطاكسي غدا مزيان الخدمه كاينين ناس الحمد لله حتى هو ثالث كليان عندي اليوم ان شاء الله هاي البنك ادخل داخل وتيبي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بالسلام مرادو بلاصين هنا انا سيتي ها هو الجوب سنتر الله يكثر خيرك سيتي شكرا جزيلا الله يبعد عليك ولا السلام عليكم طاكسي محمود بن هبل في الخدمه الو رجع عندي في حطتين مرحبا بلاتي نعاود الكونتور صافي بلاش تخدمنا في الطاكسي جيت تخدم في الطاكسي اجي معايا سيدي راهي جاكلين تما قول لها بغيت نخدم راهي سير صافي الا بغيتي تبدل الحوايج هنا فابوع يلا الله يعاونك زيد ندخلو فاقعوهم سيدي لحيه شتشي حيد غير تفوق عاد شي حيده اشريف يلا نبدل الحوايج ديال الاكشن الدراري انا لبست الحوايج العمل الدراري توكلنا على الله يلا نهزو دابا السياره ديال العمل ها هي بسم الله الرحمن الرحيم الى الجهاد يا اخواتي في الله هيا بينا بارك الله عليك بارك انت غاد تدخل فيا وراه انت اللي غادي في الانتيردي وصافي ما داش كتسبني علاش المعذره يا اخي في الله يلا تحياتي الله اكبر الله يعاونك طلع على بغيت دبر على الفلوس طلع بسم الله ان شاء الله العلي العظيم اليوم غنمشيو للجنه ان شاء الله معلم والله تا كاين والله تا كاين يلا دخل هز يديك ودخل داخل يلا 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 ما عنديش الوقت يلا قربي ود المغرب هز يديك واركع صافي باش ندور معاك مزيان يلا يا بسم الله اللهم بارك لنا في هذا دخل الوسط سيارتي جيب ضد الجبال ضد الحجر سيارتي تجري فوق الرمال الجارية ايوا عندي واحد لوطاج واحد لوطاج يهودي باغا نقتلو غنجاهد فيه باغا نقتلو هاون قتلو الله يطردك بحال الغربه ايوا سير حيد من هنا بغيتي شيك باش نزير هاد الحزام الناسف يلا سالي وما تقتلوش ما تقيسوش شوف تبت معايا ولا نصيفتك تشوف حور العين يلا اجي معايا صافي بقى زيد ديك وجي تبعي شوف غادي تخويو ليا الطريق ولا نقتلو دخل انت دخل خويو ليا الطريق ولا ندير ليه اي ضربني غنقتلو الله اكبر انا نتفاهم معاك لا فاهم معايا ماشي مشكل الا جاب عندك شي باك اب راه غادي نتيريو فيك اييه اوفرود غادي نتيريو فيك اييه مشيتي للمر غنتيريو لا ما عنديش باك اب انا الباك اب ديالي هو الله سبحانه وتعالى يلا نمشي بلاتي تسمع السيري تسمع القران قران اجي نقول لك الله اكبر لا مجيب
البوليس هادو كفر بالله صافي. صافي مبقى شافني. الله اكبر. شهدوا نخرج اليوم، شهدوا ان لا اله الا الله، شهدوا ان محمد رسول الله، الله اكبر. اي بغيت تموجي للقرطاسه هو كم يتزبل. الله اكبر. خبوا فضل العمارة هذا. الحمد لله على نعمة الإسلام. انقني خويا في الإسلام. هيا نشريوها وري عليا. اجيني سيرنيشن هنا هذيك. هذي عامرة عامرة. شوفوا هذي عجباتني هذي. اوه هذي عجباتني نشريها صافي تولي ديالي. الله يحفظك. مرحبا بك بالدريبة. صافي انا ندوي مع السمسار. الله يحفظك صافي لديالي. نخبي فيها واحد الاكا شي قنبول. عندك تقولها للبوليس. ايا شكون تبغى باغي تجلي ولد كذا. بقاش دق دقش على الناس ناعسين. صافي يلا وبلا ما عنديش انا حتى الفلوس. هاوس فول تاو بيج سموك. ممكن درت ارهابي ارهابي يا يمك. شنو بغيتي شي حاجه؟ حتى عطلتو انا رجع عاي. نخلعهم تنخلعهم او غيتي فيا انت تفرجوا. ندوي معاه ندوي معاه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندك راه كيخاف هذاك من اللمواس عندك. علاش سمعتش اللمواس في الدار؟ باش عرفتيني ما هزتش؟ والله كيبان لي يديك غبي. صافي عندك حق. هذاك اللي عندي 6 مليون وبين. باش انت اللي غاتنيغوسي. بغيت تقول لي شحال فيكم واحد شحال الموتاج عندكم؟ حنا 15 عندنا 6 ديال لي زوطاج. 15 لا كاين واحد الطوبيس اللور. الطوبيس اللور ها هو كبرهم فيه. واش بصح كان عندهم 15 بيكم 15 في واحد ولا واش بان لكم انت اش بان لك؟ انا ما كنكذبش بوش. انا كيبان لي جوج قدامي كيقدر يكون شي نخطي في الدار. لا حنا غير جوج بلاتي نديرو التيتانيك بلاتي. الباطو ديالي قاول. قد شفت هو هاكا شوف. نزيدك الشاف نزيدك شي ساندويتش. بدا بلاش بلاش ما عجبنيش. يلا خلصني الشاف الله يحفظك. شحال دي بدا شحال؟ اللي خلصني تخاك عليا وصافي. هاك السيتي يلا. درهم؟ اشكون عطا دابا من هذاك؟ عطاشي دابا من هذاك؟ الشاف درهم ما كافياش الشاف. وا درهم انا قلت درهم كاع هذيك مع دوك السوسيسات عطيتيهم كاع عيانين. دابا نولي نطيب مزيان دابا خلصنا الشاف. وقلت لك شحال وقلتي لي اللي سخاك الله. 100 درهم 100 درهم 100 درهم 100 درهم بلاتي نتقيها عليك بلاتي انا نتقيها. يلا هزو خذو راهو ب 100 درهم راهو هزو يلا. كيفاش تشد اي واحد بغيتي في الحبس؟ واحد ديفاسك بوت. جوج تسنى يضربك. ايا وثلاثة زيدك الفوق طبعا التي قلبتو مثل الاعتداء على شرطي. عندك حق التزام بالصمت. اي حاجه غتقولها تقدر تستعمل ضدك في المحكمه. يلا زيد. حيد مالك ثقيله صح. لا اسمع يا حتى لا صعبي ما تضربش المواطن. عاش من حقوق الانسان غنتابع قانوني. ما كنطيحوش السيف ما كنطيحوش. ديو شي قبضه دفنوا هذا صافي. قلبوا قلبه كون عنده شي سفليسات. السلام عليكم. قول لي سميتك وكنيتك انت هكا وهيت. لا بلاص عندك 10 شهور. الله سني ليا انا. الله اللي قاد البوليس يجي انا. تا اجي حدايا سميتك وكنيتك. المهم محاولة قتل نسيتها.
كيفاش نسي؟ اش نسيت؟ في الخلعة بزاف ونسيتها. سميت هذا اللي كان حاول يقتل البوليسي. وليد العوار. وليد العوار. عندك عامين وثلاث شهور. دي ليا اللي زيدتها. السلام عليكم. ماكتا. مهيدي عمارة. مهيدي. اه. انت غترجع للبلاد. صافي. اه انت ماشي من هنا. داخل بالوراق. يلا مشيو. قول لي علاش قتلتي دوك الكابس قدام السبيطار؟ شاف اسمح لي راه كاين غلط راه ماشي انا اللي قتلت. انت اللي قتلتي الكابس قدام السبيطار باش شفرتي الطوموبيل؟ لا شاف انا شفرت الطوموبيل. ايوا باش دديهم باش شفرتي الطوموبيل. ما الطوموبيل كانت خاويه وركبت فيها ولقيت والكابس صاحبي الكابس دوك اللي كاينين. وماشي الشاف راه ماشي انا اللي قتلت. ما تغوتش انضف دير امك ما تغوتش. جيت لقيتهم طايحين انا الطوموبيل ما كايناش. مش شفرتي الطوموبيل دونك عندك واحد قوتي. شافك يلا جيت من العربيه راه ما عندي تشريه. يلا سير انت عندك مرض خصك اجور ديتا خصك تمشي تحاكم في الحبس وعندك سرقه ديال فول دو فواتير فوا 5. هادشي ماشي في القانون هادشي على التليفون 5 الشهر. لا فوا 5 وفوا 5 ديال البوليس هذيك. شنو نقول لي والطوموبيله اللي شفرتي علاش ما درتيش ليها لاسيغونس؟ شاف انا الطوموبيله اين الطوموبيله شفرتي عاوتاني يا شاف؟ شي شوف لي خليني نتكيف واحد غافو واحد غافو فيه الخسامة طبيعي. نخلص لك الشاف وخرجني راه والله الا راه مقول برا والله الا مسالم بالله ما عندي زعما لا سوابق لا والو راه كلشي كيعرف يسول لي الناس في المدينه راه يقول يلا عطيني فلوسي ولكن دابا الفلوس انا عندي في لابونكي غندير نخرج انا مالي عطيني فلوسي انا عيط للبوليس ولكن كيف الفلوس شويه عليك بالدروج بشويه انا حاضيك فرطيني يا صاحبي الله ينفسك بشويه درجه and I'm like Kobe the bitch think it you better just show me I body all your niggas with Nobi. نمر الى قضيه اللصوص الذين يثيرون الفوضى بالمدينه لنتابع. يلا ليتس جو ليتس جو الساط سوينج سمع القاو شي راه هنا دابا نطيروها السلام عليكم. اش هذا؟ زيدك الفوق. شوف غنقول لك دابا اش غادي يطرا. سمع حنا ما بغينا ناديك ما حتى شي حاجه. الا بغيتي الا درتي داكشي اللي قلنا لك باغي يوقع لك حتى شي حاجه. اوكي عفاك كيف عندي عائله اي خونا الصاط خاي ديفيد خونا جاي يشري حديد اش كدير يا صاحبي. وحنا ما عندنا حتى باش ناكلو الصاط راه تخيل ما عندنا حتى باش نقصو. ارجع فوق ما تقتلونيش عفاك. يلا برك معايا في الموطور برك ما تخاف ما يطرى لك حتى شي حاجه ولكن الا درتي داكشي اللي قلنا لك انا غادي نمشي نكري طوموبيله سلطانه. سير انا وراك اوي بوليسي بعد منا البوليسي بعد منا هذا تيري تبعهم دير الصنطة ما تنساش دير الصنطة يا سام مش خايف هيا شرت من رجلي يا صاحبي قضية الزهرة تربع لب زريو هزو سلاح ولاد بضنا عليا ويا واتفو انا كنضربني تلباحة على السطر انا كنضربني الله
انا كنضرب لها حلق سنتنا و 350 ثانيه تخبى 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 تسمعني الحمام ولأول مرة يرصد الإعلام حفل الخطوبة في اليخت من أعالي البحار. شاهدوا معنا. ألو. ألو السلام عليكم. ألو ما غادت ليش؟ فين كي؟ فين كي دابا؟ معايا بعدا. ايوا شهرة شوفي راه نسولي عليك هاكا نسولي لك وقايدين النميرة وصوني ليا صوني ليا باش نقيد دابا حيت ما كنجاوش عندنا ومر لي ما مقيدينش عندي سي فرشاش قلتي لي سي فرشاش 84 ياك لقيتك البارح وهادي خو البارح هادي خو واحد 3 ايام قلت لك راه الخمرة وهادي وشدك ليا وقطع عليك وشدك ليا جيت لهنا في يا يا فين لقاك هنا في الياخ فين انت هنا عند البحر هنا عند البحر انا جاي شوف انا جاي ما هو وعليكم السلام والله الا كلشي خفيف فين اخي جا طرنا الفريح هي جايه الحاله مالها خولي الحاله مالها يا تانت اخويا جا وليدي الله يرضى عليك كلشي خفيف بعداك وشي واداك الحمد لله كلشي مزيان في الدار حاجه القاشه ديال قش الدار دي تكمل غسلات الدجاج رجليها وخاليها والله قلت لك القاشه ديال قش الدار دار الخبيره دار كبيرة خاينة ولا ما خايناش خاينة الحاج باش تكونوا مخفامين كلشي خبير الحمد لله الحاج ايوا والله راه دي خشابي اهلا الخيجة خيجة ما غاتات لي خيجة فين غبرت خيجة ايوا خيجة ايوا كلشي خبير كلشي وعدك كي غادا مع الخواخت كلشي خبير لا بس الحمد لله انا خيجة شنو هنا حدا الخوبيطال هنا الخوبيطال عطيتي الخليك مابقاش تقول خيجة الله يرحمها والديها راه تيعيط ومازال ديالي ايوا راه غا شنو درت؟ قول لي عيجة وصافي شاف خيجة وراه اش غادي لك خيجة؟ راه هذا هو خلشاني اش غادير؟ لسان لسان عنده معكل عندي لسان معكل مخكل اه ماشي مشكلة دابا كيدي خيجة شكون هذا خيجة؟ خيجة هذا خوتي كلشي خوتك واش شارج عند الدار الخبيرة واش بالك انت اخ ولدي اش بالك انت لا ماشي كيباع فيا الصداق ديالي صداق واش الاخر عطيه بيني وبينا ما عندينا اش كيديك هادشي راه الطلب ديالي بوحدي انا مزيان جوج خوتي ايوا اش غدير ايوا اش غدير ايوا اختار فينا اخ محمد اخ محمد مكرد مكرد انت صور واحد السيد يقول لي هذا راه كيضر رزقك يديك ربي ولد الناس يديك ربي علي ولد الناس ياك هادي اخر رجوله قلت لها حميد هادشي راه قلت لك باش تنتيويت ايوا صافي ما بغاوش صافي صافي خيجه بغاوش خوتك صافي ماشي خوتك صافي خيجه صافي صافي خيجه صافي 40 60 اللي غندي سينيكابورتا ونمر الى شليحه والمواقف الطريفه بالمدينه لنتابع معا الاحداث ولكن قبل ما نمشي عندي معكم واحد شويه ديال الكرطه هنايا باش يزاد لكم شويه حيت انا عندي واحد البركه عطاها لي سلام بي جالس 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 هكذايا راه يديك شوف غادي نحضر معايا الجواد ديالي الله يرحم ليك الوالدين ديالي واللي قلت لك قولوا حيت الا دويتي شي عزران غادي يضربك غادي نمشي للثلث الثاني انا ما بغيتش نمشي للثلث الثاني الله يرحم ليك الوالدين واخا مرحبا سيكسر بالليك سحر هذيك مره تحيه معموله بعدا سحر هذيك مره ما قصيره ما طويله تحت الحصيره
عليك بالشبه واللبه والكبه ودرا عليك لبه و زنطيت لي الجرون اللي ديم وسرق زيت الجفري. طلب سليم سليم عليك عليك بالليليك والليليك مديوك عمر شي دار ما يضربك. طلب سلامه الله تيري بلسيس 97 56 دير زدرالاش انا غنعيط لك. اياسكو اياسكو الو السلام عليكم. الو السلام عليكم معايا حسن. شكون معايا؟ شكون معايا؟ حسن هذا حسن. شكون حسن؟ شكون لا واش ديال الدبيبه الحريره النمره غلط. شوف انا ما مخلص ما عرفتيش حسن واحد الحمار سميتو ما عرفتش شكون اللي كاين عاد لي في التليفون النمره غلط. انا روح الحمار دابا عيط له في التليفون. ايه عيط له في التليفون كيقول لي كنقول له واش هذا حسن يقول لي شكون حسن كنقول له زاقلو ما عرفتش اش كان كيهضر اخي. المهم زاقلو ايوا صافي وقول لي انت هذاك علاش ما سميتكش حسن. هذيك الزاخه الشب العربي هذيك الشب العربي هذيك 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 انا نوريك واحد الحاجه زوينه. واش الخاوه عاش مالي يا كاين ولا ما كاينش مقود حبات يا دردي مقود حبات دردي شنو هذه حبات دردي كتاكلها كتدردي ما نعرفهاش يا صاحبي. لحظه لحظه نحل الراديو تنقول لك. الو الو حول حول ها هما فين التيب اخويا خديتيني نمشي شي بلايص انا قدام الهوتيل انا قدام الهوتيل بغيت نخدم انا بغيت نمشي نخدم دابا نصور 10000 صافي شويه انا مع الشليحه لهنا اجي اجي بحث انا اجي شوف ولا سي تتسال نمشي نخدم انا تتسالي وعيط لي نجي ونخدموا ديك الساعه الجوايه صافي صافي نوريك الخدام اللي واري صافي. السلام عليكم شليحه صاحبي اه زميله زوليمه زوليمه يا شليحه السلام عليكم كي داير لاباس بخير بغيتي ديري تكبي الارضاف شليحه شليحه اه هي ليلى اللي حكيت لك عليها هاي ليلى زوليمه وليلى وي 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 سيبتو الغداء سيبتو قولي شكون هادو شكون البنات يا هذيك ليلى ليلى ديالي هذيك فهمت وبالك هذاك اللي لابس اللحيه هوك كيدير معاهم ديك الطريقه صاحبي ما نعرفوش شكون ما نعرفوش صاحبي. اسمع 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 مازال مش اوفيسيال فهمت انا قاعد نطيب فهمت طيب باش نطيب نطيب فيها نطيب في ليلى شو نطيب فيها مالها يا همبرجر لا صاحبي بابا شويه بشويه فهمت عرفتها البارح انا بابا وديها لك هذاك هو يديها لك لا لا ما يديها ليش عندي ثقه في روحي انا عندي ثقه في روحي والله شوف انا نتحداك انا نعطيك خمسه ديال هابي ميل اوكي جيبها شوف هي كتهضر معها عاطيها الاهتمام وجيبها لك جيبها انت هنايا وعطيها الاهتمام ونعطيك جوج هابي ميل عارف انت عندك لا كونفيدونس صافي حاول عليك سامح سامح بطلت عندك حاسب حاسب بطلت انا نوريك ياك انا نوريك كيفاش تجيب البنت سمعتي ولكن قول لي شحال تعطيني نعطيك هابي ميل هابي ميل ورا انا اللي نعطي لك حاجه اعطيني اعطيني فلوس 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 صافي نعطيك 1000 1000 واخا شوف شوف علم تعلم ليلى وليلى اجي تكلمي لواحد واحد الدري تكلمي تكلمي سيري سيري تكلمي ليلى تكلمي ليلى تكلمي نعم تكلمي وين نتكلم واحد الدري مع الضوء
واحد الدري مع الدورة واحد الدري مع الدورة صافي علاش انا شوف شكون ديك الدري مع الدوره ماشي زوليمه ليلى لا شوف شوف زوليمه بلان عاجه زوليمه ما كيشوفك حداش وليلى تكلمي معاك مع الدوره هاواك وي رجعتي معاها حبي بالله درسيس 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 ليلى شو ما عليك ما كتعطيش ليه اهتمام ديما هو كيعطي لك الاهتمام ليلى 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 هاك تخاطرنا ألف ألف تخاطرنا ألف ألف كان يجيبك هو نعطيه ألف وأنا ما حبيتكش تجي واش هو صاحبي لا لا بس وين ما جبت لا وفي ظروف غامضة جريمة قتل سببها استحضار جنية بالمدينة تابع معنا التحقيق. بين 4 و 4000 ما عرفتش بين 4 و 4000 واش تحمق السيل بوش عيب انا قريب انا قريب 4 4000 قول لي 4 1 2 3 4 فينك لا 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 باقي بعيد 1 2 3 4000 فينك ولا الحمار لا وما شفتكش انا كنلقانا 1 2 7 8 10 4000 فينك الله يلقيها لك الله يلقيها شوف انا بيتك ما توصلش انا بيتك في ديك لوطوروت يا ربي ناري. يا ربي تقلبتي قلبه ما يلقاوكش قول امين قول امين ولا غتصدق قول امين غنجي غنطرق البوك واحد المزمار بواحد لا صافي الله يجيبك على خير يا ربي مش عيب مش عيب مش عيب اه ان الله ينعلبوك ابو شعيب وانت شوف يسير بشويه لا نطيحو سير بشويه لهويش 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 طلق لينا طلق لينا لهويش لهويش دير الاشاره طلع لهويش نادين لهويش زينين زينين تعال لازمك على الشير اني اي 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 عندك فيك لهويش فيك لهويش جت في جتل فيه فيه يلا ياكل معبود الله الله يشقي في الله ايوا لا لا تسمع يا دو لا لا تبعوني هنا واتسنى تسنى يدور معانا تسنى يدور معانا وفين احنا وفين احنا وعندك عندك تحرقها اوعى جلس اويلي هاد البلاصه ديال تا شو شو الدبدوب عندك تشد فيك العافيه غنسخن يدي شوي اول اسعى العافيه في كل شيء اول وحرقتي كل شيء مسخوط والله يلقيها لي اي 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 سير 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 تخرج لويس تانو تخرج لويس تانو تخرج لويس ديالك طلق جوادك طلق جوادك ما تشد في راسك خليهم يطلقوا اي 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 باش مسخك الله باش مسخك الله السي بوليس الله يلقى المش لحطك المش هذا اش كيدير اش كيدير المش كيضربني راه نضربو نضربو شدني عليه شدني عليه سيل سيل بوليس تعدى علينا شتيت نضربو نضربو ياك هانيه اويلي اي نعم شي مينوطات وحنا حنا كنخدمو في حلال حنايا كنخدمو حلال حنا شوف حنا كنخدمو في كل مينوطات حنايا نو في كرامه حاس بيهم نخرجوهم ليك لبيت اويلي والعرى العرى اويلي وعريانة عريانة ما نشوفش وتدرك عينيك تعجبك الحال تدرك عيني وانا حيد حيد عريانة حيد حيد ثلاثة جوج واحد الكبيدة الكبيدة اويلي شكون هادي خدمه معانا خدمه مع اويلي اسمعني
لا اله الا الله ولا اخرى لا اخرى تيطا اوي يا اخي تسليم قولوا تسليم قولوا تسليم قولوا تسليم قولوا تسليم 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 قولوا تسليم كلشي قول تسليم بخ عليه بخ عليه بخ باش نتفل بخ باش نتفل انا هاي الدراري يلا شوف شوف حيد 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 تنط بشويه على سيري خشاوي يا احمد هذا شيري شيري تسليم تسليم دور عليها دور عليها دور عليها دور عليها هيا هيا تسليم 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 وعيشه راه ضربت واحد اخر ضربت واحد اخر عيشه تسليم 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 نوض نوض فوق نوض فوق هكاك البخور هكاك فوق فوق سمعوني سمعوني باش من عيقوش على الاميره ولا عيشه نشوف حالاتنا فهمتوني يلا نخرجوا الايفون وراه راه عيشه راه عيشه كتقلب بنادم تسليم تسليم والله يعاونكم تحيد نحل الباب تحيدنا الحياه امك وما بغاش يتحل حيد ترى وترجع رجع وحبستنا الاميره ولا الاميره حبست علينا الباب واميره ولاغ ولاغ ولا كترف في انا واميره حبست علينا الباب ميره ورجع رجع راه بغاتنا نبقاو اويلي يا خلاني ماما وبغات لنا نبقاو اخاتي هلا والميره وهالعار هالعار وصافي راه حيدناو يلا يلا وما بقلتناش ما خلتناش وميره حبست علينا الباب ميره حبست علينا الباب بغاتنا نبقاو وميره راه ما معاهاش الضحك دميره هي شمعين غنخرج انا ويخرجوا دوي ليا شي حاجه وبرق الحمراء من البقيه ها هي بدات كتضرب فيها هي بدات كتضرب فيها رجع 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 تسليم 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 ابغاتني نزغرت هاي حلك الباب صبر نشوف واش بعد قبل تسليم 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 ماما هاي هاي خرجنا واش عيب خرج شو سميتها هذه نسات عليا شو سميتها نسات عليا سميتها ويلي سخفنا سخفنا وات ذا فاك سمتنا سمتنا إلى نظرة أولية حول الدخول المدرسي وحال التلاميذ في هذه السنة نراقب الأوضاع. أي نوض 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 نقراو قراي اليوم نوض نوض تيجي عارك بسوالك شكلك كراكت برا لا كراكت برا يعني الدخله اليوم حال بلي الدخله ايش غسلت وجهي انا دوكا انا راينا بلي ماشي كراريس انا ندير في كراريس شوف باسكو انا ملي ندير في كراريس ندير في لا ولويسات كي ندور في لافاك انت قلت لك لافاك عارف يسنا عندنا الباك وانا نقول لافاك انا عملنا الثالث هذا باك سنيح وزونه انت ما عندكش كاسك الا طحنا بصحتك عباك رحت فين هذا النام لو كان ناود يترى طارة اجلي رانا روض بترفع لي بحفرة اكبر ربك الاساسي خلي السيبور موتور لهنا لنا منه بجمع متشنتش مع لك تعرفوا يشار شي ولا موبيل تاو هذي وابل هو نقاريو هنا نشوك رياض أوليك حلولو هذا واقل واش حلولو كالاش كيفا الكاسك هذا منا كيفا مزا ما دخلتوش هذي غيبا هاك تشوف الله كنت مريض يا مرقت السلام عليكم سلام ورحمة الله كيفا شاشرة دات انا ندو الباك سلام لك الباك حبيبي نجاو كاع الناس جاو لنا عندك الباك حبيبي صافي واش خو عندك الباك اخي لي كيف عندك عندكم الباك لنا كاع قعدنا وي وي كاع قعدنا الثالث انا تاع الباك ومن جايبو اي شبده هنا خو كاع كيف كيف يا خو كاع كيف كيف ما جددتو ما شحال في عمركم بانو صغار شويه سيرتو سيرتو انت انا ديسات انا ديسات انا خويا دي زويل العام هذا طلعت العام هذا طلعت يوم الاول خطر الصباح شكون عنده اللم جا يا روحي جا بهذنا يا اللم جا تاعي يا سلام سلام كان كبير هذا نعرف برونس هذا
ولدي هاي ما سمعتيهاش بلي صونات اي تصوني ادخل خلاص جيب لي يا بريك من الاساس واش راه ادخل ادخل هاي ادخل هاي ادخل في الدخان في الدخان في الدخان راه راه طفيت في القارو طفي القارو دي هاي يا راه راه ادخل ادخل يا ريا ريا الصف انا احتاج الشيخ تاعكم اروع ديروا الصف ايه ريح انا احتاج الشيخ تاعكم يا اخويا صاحبي انا مريض شعرك علاش وي قالوا مريض انت قبل لنا اشاره اه طيحت عليك طيحت ليك واش ايوا يا مكلا اسس لا والو خوتي ايوا اسمع وي بلاصتي هذيك اي بعد بلاصتي لا نقول بلاصتي هذيك علاش وين قلب بلاصتك مريض انت على سلسلة هذي بلاصتي شبيك انا قد الله يا اخو تبعد ما تبعدش بلاصتك علاش من بعد ما تبعد يا ودي صاحبي تولي هضره واحده اخرى برا غير بعد يا ضربني الله ما تحشم اصبر تخرج اصبر نحاكمك على واش ندير لك تقدر دير له ريح 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 الراس ريح ريح هذوما مساغر خلينا منهم اي والله استنى الاستاذ هذا اهو جا يا عسل يا عسل عمي الحزب ريح ريح علاش علاش ريحتو اللور علاش قدم ممكن الشيخ انا يا نحب نريح احنا نشوف الطاقه الشيخ قباحو هادو السلام عليكم شيخ هادو قباحو انا جيت نقرا شيخ انا مانيش حاب نقباح الشيخ ايه بقى كيفاش نبداو وين نبداو الشيخ تقدر تبدا بون مرحبا بكم هذا العام الله يسلمك الله يسلمك دراسية جديدة ان شاء الله دخول موفق موفق للجميع يعني باش نبداو ان شاء الله مدى بكم اني نهضر نعاود كل واحد ينوض قلنا وشمو وش يخدم بابا ويما ايه والله الشيخ نبدا انا يا ربي ابدا انا اقدم نفسي عمري 18 سنه الشيخ ابي يعمل في مصنع الحليب مصنع البنات ما شاء الله امي تعمل في الاداره معكم هنا يعني في الله يبارك ما شاء الله امي عندي الام متقاعده يعني ما تخدمش وعندي الاب فاهم الاب ما يخدمش بصح عنده دراهم راك تعرف بيزنس الله يبارك صح وعنده دراهم عنده دراهم مقلين بالشكر بسم الله الرحمن الرحيم وخا خاف من هاد المتنمرين هاد اياه جايه لوكا اي نوض كنتو نتوما هنا ولا ما سكتوش الشيخ ما عجبوش الكرسي ويقول لي عيا انا موالف في سي كاين والو كاين حاجه بس شو كنت انا حاجه شيخ با بعد بزاف هذا لا 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 الراس خرج برا لا 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 بون معليش يكفينا النهار اليوم ني تعرفت عليكم بون حنا رانا ريبار لازم نبداو الدرس الاول هيا شوف الباب شوف الباب شيخ كاين في الباب هذاك الطفل اول الباب هنا هذاك وراه الحال اصبر مازال نقراو شويه يا اخوان بالدرقار كل واحد يشد بلاصتو الدرس الاول اليوم يبدا رجليها رجليها ريح 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 ما كاين والو ريح ضربو جد انت وراح ريح للريح كروازيك اوش بيك 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 ا
اي سونات سونات اي خرج خرج سونات سي بون اه لا تخرج يا استاذ استاذ كامل استوى على انا ما اقول لكم دوج انا يا خرج خرج انا عندي كوس ماشي برا 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 يا يا برا جيب جبروجي اسمع ما قلناش كرار شحال اي يا اخوتي اي الساحه 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 اي كلاش اي بعد روح يدير قاروي دور ماجي كان اقسم بالله روح قال لي صح قال لي قاور يا ديني واش حبيبي انزل 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 واش خفت لي الفيسبا ها باين طرطق لك دوش وجهك دوكا واحد يبارك من قطاي الك شكون ولا ايوه خلاص 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 على وجهي انت وش انا يا تفركت يا تفركت 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 سلم الاساس يا كلاش حرام مسخش طلع طلع مع الراس او شادو مع الراس طلع لا حكمك مقطعك مسخش يا اخو ادو اسمع والله شكون شكون اللي قدم الدار مع شكون صوتنا على مواقع التواصل في الختام لكم تحية طاقم النشرة شكرا لوفائكم في أمان الله.